خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد العزي، المحلل المتخصص في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور خالد. مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين. مساء الخير مصر. أهلا بيك، مساء النور عليك. دكتور خالد، كيف ترى قرار مجلس الأمن بتبني وقف الإطلاق النار بتصويت 14 عضو؟ هل سوف يأتي هذا القرار بما لم يأتي به سابقي من حوالي 80 قرار تانيين لم يفعلوا؟ يعني هو الذي سهل القرار بالأحرى يجب أن نقول امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وهذا ما ساهم بأن هذا القرار يمر. ولكن كما يبدو بأن 14 عضوا الذين صوتوا لصالح هذا القرار هم يعلمون جيدا لا يملكون القوة ولا القدرة على تنفيذ ما توصل إليه القرار. الولايات المتحدة قالت بأنها لم ترفع الفيتو، وبالتالي الجميع يتهم الولايات المتحدة، وهي أعطت مجال وفرصة للمجتمع الدولي إذا أمكن لهذه القوى الكبرى من الضغط. لكن الورقة التي يعني موجودة بيد الولايات المتحدة هي موجودة عند الأيباك، والأيباك اليوم تدخل هذا يعني يدخل هذا القرار فعليا في الصدام الداخلي الأمريكي على عتبة الانتخابات، وبالتالي هذا القرار الملغوم الذي تعلمه جيدا الولايات المتحدة هو رسالة للداخل، لأن الأمريكيين أصبحوا يجدون من عدم يعني الاستماع لهم من قبل الدولة الإسرائيلية وقيادتها. هي رسالة للأيباك أنها لا تستطيع أن تفعل إذا لم تتجاوب إسرائيل معها. هي رسالة للمجتمع الدولي، إذا أنتم تستطيعون بهذا القرار أن تضغطوا على إسرائيل وأن تضغطوا على القوى الأخرى، فأنا جاهزة لتمرير هذا الاتفاق في الأمم المتحدة لكي يصبح ورقة نافذة إذا استطعتم.